انت اسمعي يلا بحال هكا وكديري عرفتي كيبرد كنت انت هضرت لوجهي كديري له بحال هكا وكتخليه السلام عليكم البنات كي دايرين كلشي بخير نتوما لاباس بغيت غنضحك معاكم كلشي مزيان نتوما بخير لاباس كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في امان الله وبخير وعلى خير ديما النشاط وديما الحيويه وكنبغي كاع البنات اللي يدخلوا لهاد لا فيديو يعني حتى كنطالع عليهم بدمسحه ولا يخرجوا ناشطين وناشطات من هاد لا فيديو هذا لا فيديو ديال اليوم البنات ديال واحد السيده مسكينه في حقيقه اللي بقات فيا دارت لي تعليق شنو قالت لي قالت لي بانها دارت واحد لا كريم اونتي طاش وحرق لها وجهها قبل ما نهضر على هاد السيده هادي غادي نوجه لكم واحد الكلمه للناس اللي عندهم واحد التعليق شويه ما عرفت نقدر نحترمها ولكن او ميم طون كتجيني ماشي هي هادي الناس بغيت نشرح لهم اللي تيقولوا لي بانني فيا الهضره بزاف 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 واخا انا فيا واش بصح انا نقدر نقول لك انا فيا الهضره بزاف انا من النوع اللي تيهضر بزاف ولكن الهضره ديالي اللي كنهضر معاكم نتوما واش بدون فائده بغيت نعرف واش بدون فائده مهم بحال مثلا نعطيك مثال انا مثلا غناخذ هاد لاكريم مثلا نعطيكم غير مثال دابا حنا بحال جالسين مجموعين في البيت كنتحدثوا كل وحده كتعطيني الراي ديالها مثلا خديت انا هاد لاكريم غادي ندير لا فيديو غادي نشرح لكم هاد لاكريم غنقول لكم اسي ام دابا انا كنشرح اسي ام ديوليس اونتي تاش اونتي تاش زوينه هاد لاكريم البنات كتصلح البقع الداكنه وكنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم وبسلامه كي جاكم لا فيديو البنات واش زوين واش استفدتوا منه بغيت غير نعرف واش استفدتوا من هاد لا فيديو من هاد الطريقه اللي هضرت بها بهاد الطريقه هذه كنظن انا متاكده 10% ما كاينش اللي غيكون استفد منها انني غادي شنو غندير لكم فيه ثواني هذه زوين راه هذا بقع جلديه كذا صافي البنات الله يهديكم راه هاد المحتوى اللي دايره انا هو بصح فيه الهضره بزاف نعطيك غير مثال انت ملي كتمشي لاباغا تشري شي كريم اونتي طاش تشري ان اكرون تشري حتى شي حاجه راه الناس اللي خدامين في لاباغا الله يحسن لهم العوان راه تيعياو بكثره الهضره علاش ملي كتجيك كليانه راه كتشرحي ليا وكتبغي تعرف داك المكون شنو فيه ولاش كيصلح واش كيضر البشره ولا ما كيضرش شحال الثمن ديالو يعني انايا شنو كندير في لي فيديو ديالي كاع ادق الاسئله اللي غادي تطيح لكم في بالكم واللي انا عارفها بكثره انني كنتعاشر مع الكليانات وعارفه الاسئله اللي كدور كل نهار كنحاول انني نجاوب لكم عليها حيت قناه حنان الطيبي كتهضر من النيه ديالها الخالصه حيت فيديوهات قناه حنان الطيبي والله العظيم شنو نقول لكم ما كنديرش فيهم مونتاج بزاف ما كنحيدش بزاف وقتاش كنحيد الا بنتي بكات الا ضق شي حد الا شي حاجه بحال هكا كان يعني انا كنهضر معكم كيما انا شتي حنان الطيبي هذه هي الطريقه ديالها في الحياه الشخصيه ديالها وهذا هو الكاركتير ديالي وانا هكا دايره والناس اللي كيعرفوني عارفيني دايره بحال هكا كنهضر معكم طبيعيه ما غنتصنعش شحال قدني نتصنع وشحال قدني انني نبدا ندير واحد الحاجز بيني وبينكم داكشي ما كيدومش وتا لا فيديو ما كيطلعش زوين داكشي علاش انا ملي كنشد شي برودوي كنهضر عليه يعني راه تنتكلم عليه بالثقه بالنفس وكاع الاسئله اللي تقدر تدور في راسك غادي انني نقولها يعني حشومه الناس يعني في بعض الناس ماشي كلشي اللي كتكتب لي مثلا الفيديو ديالك زوين ولكن بلا 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 ولا كتقول لي كتهضري بزاف حشومه انا راه كنبدل مجهود باش نجلس باش نمشي نقلب على داك البرودوي واش زوين ولا خايب نجربو فيا نجربو في ماما بنتي خصني نعسها ولا خصني نديرها عند ماما ويكون سكات في الدار عاد يمكن لي ندير فيديو باش تجي مثلا انت وتقولي لي بلا بلا انا تنقول لهاد الناس الا كنت كنفخ ليهم راسهم بهذا المعنى اولا تنصدع عليهم راسهم ما يدخلوش لا فيديو ديالي مع احتراماتي ليهم بطبيعه الحال واللي كيبغي يستافد يعني راه خاصني ادق التفاصيل انا براسي ملي كندخل ليوتيوب مثلا غنتسنط لشي وحده ما كنبغيهاش مثلا في الطبخ دير ليا ها وتسالي لا فيديو كنبغي الشرح كنبغي نفهم علاش وبحالاش وكيفاش كنتمنى البنات ان هاد النقطه هادي
تكونوا استفدتوا منها حتى هي بالنسبه للناس اللي تيقولوا فيا الهضره بزاف كثر من القياس. وندوز للسيده مسكينه اللي دارت واحد لاكريم اللي سميتو تريو سبوت. هاد لاكريم اونتي تاج في الحقيقه حتى هي راه زوينه، ولكن كما خليت لكم لا فيديو اللي فات تنقول الاخت طريقه الاستعمال كيفاش درتي ليها، واش كديري كريم ديال الترطيب، واش كديري واقي شمسي. هي قالت لك حمرات ليها البشره الوجه ديالها وحرقات عليها. طبيعه الحال بدون تفكير اختي حبسي لا كريم اونتي تاج ديالك نهائيا، ما تستعمليهاش. شنو خاصك ديري؟ واقي شمسي بدون عطور للبشره باش تحاولي انك تهدئيها، وتاخدي كريم كذلك لتهدئه البشره اللي هما كثارين، واللي نختار لك واحد منهم الا بغيتي تاخديه افين كريم انتوليرونس. يعني ملي كنوصلوا لهاد الحاله انها كتولي حمراء وكتحرق خاصنا نديروا لها افين كريم انتوليرونس. وتقدري ديري تاخدي حتى المياه الحراريه اللي هو لو تيرمال. تقدري الا خديتي كاع الا ما بغيتيش تشريه خدي الواقي الشمسي ديال افين بدون عطر سون بارفان، راه كيكون لاصق. شوفي اللي لاصق معاه لو تيرمال اللي هو هذا، فوالا تيكون لاصق مع هاد لو تيرمال. هذا راه زوين. انت سمعي ديرو بحال هكا وكديري عرفتي كيبرد. انت انا درتو لوجهي كديري له بحال هكا وكتخليه شويه، هو راه كيتشرب. عرفتي درتو حسيت بواحد البروده في البشره ديالي. هو راه زوين 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 بزاف الحاله ديالك اختي. حتى طبيب الجلد ملي كتمشي عنده بشره ديالك حمراء ومحروقه هادشي اللي كيعطيك. واقي شمسي بدون عطور، كريم اللي ترطيب البشره بدون عطور بطبيعه الحال، والمياه الحراريه اللي كل شويه خاصك ديريها اكثر الا خرجتي للشمس. كنتمنى الاخت انني نكون جاوبتها على التعليق ديالها، وتنقول لكم شكرا شكرا بزاف على البنات اللي كيدعموني وعلى الدراري وعلى كاع التعاليق الزوينه ديالكم. كنتمنى اني هاد لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير. ما تنساوش ليا لي لايك ديالكم، ورا ما عمري انا غنسلم الهضره وجري عليا. وبسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.